تاريخ جماهير غفيره تواكب هذه المباراه من وراء السياج، وان شاء الله في قادم السنوات نشوف مدارج خاصه بهذا الملعب يليق وقيمه هذا الفريق الشاب. امامكم مجدي بالحاج علي يعطي اشاره انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراه والاسبقيه للترجي، هدف مقابل شيء في النصف الاول من هذا اللقاء. ترجع الكره للجزائري محمد امين توغاي يلعب مع خليل شمام. خليل شمام ما زالت عنده الكرة، كان بجنبه محمد أمين بن حميدة ظهير الأيسر، على اليمين سامح الدربالي في محور الدفاع توغاي وخليل شمام، ووسط الميدان محمد علي بن رمضان، يوسف مصراتي، عبد الرؤوف بن غيث، ثم نلقاو بلال بن ساعه، عبد الرحمن المزيان، محمد علي بن حمودة كقلب هجوم في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح الترجي من جديد. خليل شمام يلعب مع محمد امين توغاي، يلعب كره قصيره مع محمد علي بن رمضان، يرجع لخليل شمام قائد فريق الترجي. تتواصل العمليه لصالح الترجي، متواصله الكره وترجع لتوغاي مره اخرى. اتقاسم التعليق على هذا اللقاء مع زميلي غسان. إذن كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. لحد الآن الترجي مسيطر في الشوط الأول وأحرز بلال بن ساحة هدف أول فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة، ما عنده ما يخسر في هذا الشوط الثاني. ترجي قاعد يجري في اللعبة منذ انطلاقته هذا الشوط ودقائق أولى منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. باش ترجع الكرة للحارس شرف الدين الغذاوي أمامكم مشاهدي الوطنية الأولى. أكيد شرف الدين الغذاوي كما قلنا ابن شبيبة القيروان، ما لقاش حظه في الشبيبة اليوم يدعم صفوف مستقبل السبيخة. حارس كان انتمى للمنتخب الوطني الأوسط كما قلنا. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق خليل شمام في محور الدفاع، اليوم محور الدفاع جديد بالنسبة للترجي. توكاي شمام على الجالي السار بن حميدة، كرة في وسط الميدان عن طريق محمد علي بن رمضان. محمد علي يلعب مع توغاي، عنده الكرة، يرجع لخليل شمام. كل من لعبية مستقبل السبيخة موجودين في المناطق الدفاعية، ولاعب واحد اللي هو أسامة بن طرشة موجود في منطقة الترجي. تتلعب الكرة على الجهة اليسار، موجودة دفاع مرة أولى، المرة الثانية أحمد الفادي يضرب الكرة، ترجع كالعادة للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان. الكرة محمد علي بن رمضان، كرة لخليل شمام، خليل شمام يلعب مع توغاي. إلى حد الآن الترجي يجري في اللعبة دون تغييرات بالنسبة للمدرب خالد القزاني في صفوف مستقبل السبيخة، كذلك دون تغييرات لمعين الشعباني. كرة لعبد الرحمن مزيان، عبد الرحمن مزيان يلعب الكرة على الجهة اليمين، كرة لسامح الدربالي، الكرة قاعدة دور مليح بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، تقطع ولكن موجود في التغطية الدفاعية اللاعب محمد علي بن رمضان. كرة خطيرة لفريق الترجي الرياضي التونسي والدفاع يتدخل مرة أخرى من أسامة العامري. ترجع الكرة من جديد لصالح الترجي، فما خليل شمام وحده في الدفاع وبجنبه محمد أمين توغاي، يرجع بالكرة على الجهة اليسار لدفاع المستقبل الرياضي بسبيخة. تمشي مباشرة تماس بعد راية من الحكم المساعد الثاني وسيم عمارة، تماس للفريق المضيف المستقبل الرياضي بالسبيخة. الأسبقية ما زالت مشاهدين على الوطنية الأولى متواصلة لصالح الترجي، هدف مقابل شيء، هدف بلال بن ساحة في النصف الأول من المباراة. محمد علي بن رمضان أو محمد أمين بن حميدة يأخذ الكرة ويرجع لخليل شمام، خليل شمام محمد أمين توغاي، محمد أمين توغاي ومشات الكرة لبن رمضان، بن رمضان لعب مع عبد الرؤوف بن غيثة والمصراتي، رجعت الكرة من خليل شمام مرة أخرى. خليل شمام حط ساقه في الكرة بكل قوة ورجعت بن حميدة يلعب مع عبد الرحمن مزيان، متواصل عملية لصالح الترجي. الترجي يضغط، دفاع المستقبل الرياضي بالسبيخة ثابت لكن الضغط متواصل من الأحمر والأصفر مع بداية هذا النصف الثاني من المباراة. رجعت الكرة من بن غيث محمد علي بن رمضان، ما زالت عنده الكرة يلعب مع المصراتي، فما دفع من الخلف، الحكم يقول ما فهم شيء. مجدي بالحاج علي رجعت لأبناء السبيخة قاعدين يقوموا بمباراة طيبة. اسكندر البريني خرجت منه الكرة، رجعت لصالح الترجي. عبد الرحمن مزيان،
عبد الرحمن مزيان مازال هجوم متواصل لصالح الترجي. التسديد محاولة المباغتة من بعيد، كرة مرت فوق المرمى. هو أمامكم عبد الرحمن مزيان، تسديدة كانت فوق مرمى الحارس شرف الدين الغذاوي، ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بسبيخة. إذن 5.50 متر لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة وللحارس شرف الدين الغذاوي. إلى حد الآن ممكن خالد الجيزاني مدرب مستقبل السبيخة يخمم ممكن في الدقائق الأخيرة من خلال هذا الشوط الثاني والمباراة باش يرجع في النتيجة. وإلى حد الآن الترجي ماسك بزمام الأمور. ترجع كرة عبد الفادي، كرة لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة، جوار القردابو، القردابو يلعب الكرة مع اسكندر البريني، اسكندر يحاول المرور لكن موجود بالغيث والمخالفة موجودة على اللاعب عبد الرؤوف بالغيث لاعب الترجي الرياضي التونسي، والمخالفة ارتكبت من اللاعب اسكندر البريني. كرة عبد الرؤوف يلعب مع المزيان، عبد الرؤوف بالغيث، بالغيث يلعب الكرة لكن موجودة دفاع عن طريق أسامة العامري مرة أولى مرة ثانية. أسامة العامري يأخذ الكرة وترجع الكرة اسكندر البريني. اسكندر البريني يحاول انه يعكس الهجوم لكن ملعبيه الترجي واقفين مليح عاملين البريسينج باش يضغطوا على ملعبيه مستقبل السبيخه وما يخليوهمش يعني يخرجوا بالكره. وهذه مخالفه لخليل شمام اللي ملقى على ارضيه الميدان. سلامات بالنسبه للاعب الترجي الرياضي التونسي خليل شمام اللي صراحه ان شاء الله لاباس، ولو انه كانت الاصابه قدامنا شكيب ان شاء الله سلامات. وهذه اعاده مره اخرى المسك واضح وان شاء الله يعني اليد نتاع خليل شمام تكون لاباس. لأنه يعني المسك بالفعل غسان كان من اليد على خليل شمام قائد فريق الترجي. وأمامكم الإعادة مرة أخرى، مشكورين زملائنا اللي أمنوكم في هذا النقل المباشر. أسامة بن ترشة هو اللي ارتكب المخالفة على قائد فريق الترجي خليل شمام، وإن شاء الله لاباس مرة أخرى لقائد الترجي. أو شاهدتوا الإعادة في أكثر من مناسبة لعملية المخالفة، المسك ولا السقوط كان على اليد اليمنى لقائد الترجي. أمامنا يقوم لباس خليل شمام والحمد لله بعد هذه الإصابة. إن شاء الله سلامة كل اللاعبين على أرضية الميدان من الفريقين بطبيعة الحال السبيخة وأيضا الترجي. أمامكم خليل شمام إلى جانب الطبيب الفريق الدكتور ياسين بن أحمد على حافة الميدان. والتحية مجددا لكل متابعينا على القناة الوطنية الأولى من مشجعي الفريقين الترجي الرياضي والمستقبل الرياضي بسبيخة في هذه المباراة اللي يحتضنها الملعب البلدي بسبيخة لقاء الدور 16 لكأس تحبيب بورقيبة، لقاء متأخر والمتأهل. نذكر لمن التحق بنا الآن على القناة الوطنية الأولى، المتأهل في هذه المباراة ينزل ضيف على المستقبل الرياضي بالمرسى يوم الأحد إن شاء الله. ترجع الكرة خليل شمام، يرجع لباس وياخذ الكرة بحذاه محمد علي بن رمضان، 1-2 مع محمد علي بن رمضان. ثم يرجع شمام محمد أمين توجاي. هاو أمامكم على الصورة توجاي تتواصل العملية. المصراتي فملهوني موجود على بنك الاحتياط، أيضا طه ياسين الخنيسي، ماهر الصغير، شمس الدين الذوادي، يهب المباركي، عديد اللاعبين اللي كانوا أساسيين في الترجي موجودين على بنك الاحتياط. والمدرب معين الشعباني له الخيارات العديدة لتركيز التشكيلة المثالية وإبقاء من يراه صالحا للبقاء على بنك الاحتياط. كنت تشاهدوا في معين الشعباني مدرب الترجي على الصورة. ترجع الكرة لصالح الترجي عن طريق محمد أمين بن حميد الظهير الأيسر في غياب الياس الشتي المصاب، وإن شاء الله عودة سريعة للظهير الأيسر الترجي. أيضا محمد علي اليعقوبي الغائب عن هذه المباراة، وسيني كوليبالي، كومي بونسو، أسماء عديدة فاعلة في الترجي تغيب عن هذه المباراة. وعملية ما زالت في مناطق المستقبل الرياضي بالسبيخة لصالح الترجي لكن دون تسليم. إذا ترجع الكرة وترمي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. إلى حد الآن الترجي ماسك بزمام الأمور. الترجي إلى حد الآن
اللعبة عنده. جماهير المستقبل الرياضي بالسبيخة قاعدة تتابع في هذه المباراة، الترجي بالحد الأدنى المطلوب، وقاعد فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة يلعب فعلى الهجمات المعاكسة، لكن كرة ترجع بالمساحة لصالح الترجي الرياضي التونسي ممكن تشكل الخطورة. تمشي محمد علي بن رمضان، يوصل الكرة على الجهة اليسار بن زيان، مزيان الكرة وتمشي سالة عند الحارس شرف الدين الغيظاوي. هذا امامكم مشاهدينا اللاعب عبد الرحمن مزيان، وشرف الدين الغيظاوي حارس مستقبل السبيخه. كما قلنا وحكى شكيب منذ حين على غيابات الترجي الرياضي التونسي، عديد هي الغيابات. هو عبد الرحمن مزيان ياخذ الكره، كره لبن حموده، والكره الذهبي كيفيه غريبه، بكيفيه غريبه الترجي يضيع الهدف الثاني. بلال بن ساحة يضيع هذه الإعادة مرة أخرى. شوف الباس كان مزيان، الكرة بن حمودة، التصدي مرة أولى من شرف الدين الغيظاوي، بن ساحة يضيع بكيفية غريبة ما يتحكمش في كورته، وتخرج الكرة ركنية. ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي، فرص عديدة تقريبا الترجي الرياضي التونسي كان ضيعها، وهذه فرصة كذلك أخرى للاعب بلال بن ساحة يضيع الكرة. وبلال بن ساحة في تنفيذ الكورنر ينفذ الكرة بالراس والكرة تخرج اوت 550. كرة باش ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، تصويبة كانت رأسية من توغاي تمشي جانبية للحارس شرف الدين الغيظاوي. الترجي يضيع مرة أخرى أخطر فرصة منذ انطلاقة الشوط الثاني. فرصة خطيرة ضاعت على الترجي 12 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني من المباراة الأسبقية متواصلة، هدف مقابل شيء لصالح الترجي بإمضاء بلال بن ساحة في الشوط الأول من المباراة. ترجع الكرة لأبناء السبيخة، ثم عادت الترجي طويلة في اتجاه محمد علي بن حمودة، ولا التغطية، التغطية كانت من أحمد الفيدي. رجعت الكرة لأبناء السبيخة، ينطلق الهجوم على الدين السلمي، يتيح تتعاود العملية لصالح الترجي. عبد الرؤوف برغيث مع عبد الرحمن مزيان، تتواصل العملية لصالح الترجي، اختيرة والكرة تخرج ركنية. عبد الرحمن مزيان أمامكم على الصورة، كان هجوم سريع وخطير لصالح الترجي ليضغط في هذه الدقائق على دفاع أبناء السبيخة دون ترسيم بعد ما ضاعت فرصة على بلال بن ساحة لإضافة هدف ثاني. هذه ركنية على يمين الحارس شرف الدين الغيظاوي، والتنفيذ سيكون لعبد الرؤوف بلغيث العائد إلى تشكيلة الترجي مع محمد علي بن رمضان. تتلعب الكرة من بلغيث، ثنائية تتواصل العملية، تترفع من بلال بن ساحة في مناطق أبناء السبيخة، وترجع الكرة عالية في التغطية خليل شمام، رأسية تطلع الكرة في وسط الميدان ترجع لأبناء السبيخة. فما محمد علي بن رمضان في التغطية ويربح مخالفة، مخالفة لصالح الترجي، وأمامكم محمد علي بن رمضان على أرضية الميدان، وإعادة لعملية المخالفة على محمد علي بن رمضان لصالح الترجي. رجعت من خليل شمام، محمد أمين توغاي، محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان، تتواصل العملية. عبد الرؤوف بلغيث، عبد الرحمن مزيان يرفع الكرة لصالح الترجي في مناطق أبناء السبيخة، مطالبة بلمسة يد، لكن الحكم مجدي بالحاج علي يقول ما فما شيء، وترجع الكرة من جديد مباشرة للحارس معز بن شريفية حارس الترجي. ترجع لخليل شمام، خليل شمام باليسار يلعب كرة طويلة، الكرة طويلة تتواصل العملية لصالح الترجي. عبد الرحمن مزيان يرفع الكرة رأسية، فرصة أخرى خطيرة ضاعت على الترجي في القائم الثاني. خطيرة كانت الكرة في اتجاه محمد علي بن حمودة أمامكم، وهي الإعادة، رفع الكرة كان من عبد الرحمن مزيان، ضاعت الكرة على محمد علي بن حمودة، فرصة أخرى تضيع على الترجي. تتعدد الفرص بالنسبة للترجي الرياضي التونسي لتضعيف النتيجة، لكن صراحة اللمسة الأخيرة كانت تنقص لاعبية الترجي الرياضي التونسي باش يحطوا الكرة في الشبكة، لكن إن شاء الله
الترجي ما يندمش على الفرص المهدورة بالجملة أمام مستقبل السبيخة، لأنه مستقبل السبيخة والمدرب خالد الجيزاني يقول يجري في اللعبة 1-0. إلى حد الآن ممكن باش يحاول أنه يضغط ويبقي فريقه يعني في المنافسة في آخر ردهات هذه المباراة، وباش يحاول أنه يضغط على الترجي الرياضي التونسي. والترجي جاته عديد الفرص باش يعني يسجل الهدف الثاني، وهذه مخالفة للمستقبل الرياضي بسبيخة، يتحصل على المخالفة والكارت الأصفر للاعب الترجي الرياضي التونسي. مخالفة تحصل عليها اللاعب، الانذار باش يرفع في جوهر القردبو، هو تحصل عليه المخالفة، وسامح الدربالي يتحصل على الكارت الأصفر. إذا مخالفة لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة. إلى حد الآن الجماهير ما زالت تنتظر. أمامكم سامح الدربالي اللي كانت تحصل على الورقة الصفراء، وتنفيذ الكرة من جوهر القردبو. كذلك موجود علي حمامة الظهير الأيسر لفريق مستقبل السبيخة، جوهر القردبو كذلك علي حمامة في التنفيذ. جوهر ينفذ، الحارس ممتاز، والكرة خطورة، ممكن تشكل خطورة. الحارس بامتياز معز بن شريفية. حكيت على المستقبل الرياضي بسبيخه يلعب الان، وهذا بن ساحه، بن ساحه يعكس الهجوم، بن ساحه مازال محافظ على كورته، بن ساحه بن ساحه بن ساحه بن ساحه يتابعوا فيه زوز ملعبيه ثلاثه ملعبيه، وتخرج الكره او مخالفه يتحصل عليها اللاعب بن ساحه. كانت ممتاز تنفيذ المخالفه بالنسبه لجوهر القردبو، وهذه الاعاده والحارس بن شريفيه، ومره اولى مره ثانيه الدفاع يتدخل وتخرج الكرة من مناطق الترجي الرياضي التونسي. الفرصة الأخطر لمستقبل السبيخة منذ انطلاقة المباراة إلى حد الآن، والمخالفة كما قلنا تحصل عليها اللاعب بن ساحة. 16 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني من المباراة، الأسبقية متواصلة، هدف مقابل شيء لصالح الترجي. محمد أمين بن حميدة ما خذهاش، رجعت لعبة سبيخة فما مراوغة، حكم أعطى أسبقية اللعب لتواصل الهجوم عن طريق علي الشهيبي ومعز بن شريفية بساق، ويرجع سامح الدربالي مخت أم الدربالي. رجعت لأبناء السبيخة في مناسبة أولى ومناسبة ثانية كانت فما التغطية، الكرة تخرج لأبناء المستقبل الرياضي بالسبيخة بعد تدخل معز بن شريفية. تتلعب بالكرة بسرعة، الضغط صار من جانب الفريق المضيف بعد ما أضاع الترجي أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة. يرجع الفريق المضيف المستقبل الرياضي بسبيخة لتهديد مرمى معز بن شريفية في أكثر من فرصة في زوز مناسبات تقريبا. ترجع الكرة لأبناء السبيخة ثم عادت للأحمر والأصفر. محمد علي بن رمضان، شوفوا تبادل الكرات من جانب أبناء الترجي، التغطية والكرة تماس لصالح الترجي. أمامنا عبد الرؤوف بن غيث على الصورة حامل القميص رقم 18، وهذا علاء الدين السلمي من جانب المستقبل الرياضي بالسبيخة رقم 17. ترجع محمد أمين توغاي يلعب مع خليل شمام، خليل شمام يقدم بالكرة ويلعب مع عبد الرؤوف بن غيث. عبد الرؤوف بن غيث ما زالت عنده الكرة، يرجع لسامح الدربالي، سامح لمحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان تبادل كرات قصيرة وبسرعة من جانب الترجي، ما يخليوش الإمكانية للمنافس حتى يقوم بالتغطية. سرعة في تبادل الكرات من جانب الترجي، والحكم مجدي بالحاج علي يعلن على مخالفة. فما تغيير، أنور الجويني شاهدوه على حافة الميدان يستعد الانضمام إلى تشكيلة مستقبل السبيخة، وتو نشوفوا شنو هو الإضافة اللي باش تكون للجويني في تشكيلة المدرب خالد الجيزاني، بينما يحافظ معين الشعباني على الأسماء اللي بدأ بها المباراة. إذا باش ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، وهذا تغيير كما كنت تحكي عليه أنور جويني، هذه إعادة قبل هذا. اللاعب اسكندر البريني يرتكب المخالفة،
مخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي. تغيير بالنسبة لمستقبل السبيخة. إذا التغيير الأول أنور البريني على فكرة، اللاعب هذا مسجل زوز أهداف منذ انطلاقة هذا الموسم، ويعتبر من هدفي فريق المستقبل الرياضي بسبيخة. إذا يخرج صفوان المناعي، إذا صفوان المناعي يخرج ويخلي مكانه للاعب أنور الجويني. اللاعب هذا كما قلنا نفس التكتيك يتوخاه المدرب خالد الجيزاني، وحب يعطي روح أخرى على مستوى وسط الميدان. كرة ترجع بالغيث، بالغيث يرجع للخليل شمام، خليل شمام عنده الكرة. وعلى فكرة الملعبية فريق مستقبل السبيخة إلى حد الآن دفاعه قابل 17 هدف مع فريق باعتبار بتبيع هدف اللي قبله ضد الترجي الرياضي التونسي. إلى هنا كرة موجود شرف الدين الغضاوي، كرة كانت شكل خطورة، ما زالت الخطورة للترجي، ضيع. تخرج الكرة ضربة 5 متر و50 للحارس شرف الدين الغضاوي اللي ملقى على أرضية الميدان. كما قلنا دفاع المستقبل الرياضي بسبيخة، هذه الإعادة مرة أخرى، التصويبة كانت بامتياز والحارس وتدخل الحارس شرف الدين الغضاوي بامتياز مرة أخرى. بن حمودة أو بن حميدة يوزع الكرة، تسديدة كما جات لكن تخرج بعيدة. ضربة 5 متر و50 للحارس شرف الدين الغضاوي. أمامكم حمد الهوني يستعد للدخول. كما قلنا فريق مستقبل السبيخة 17 هدف هذا الموسم، موسم 2019-2020 إلى حد الآن قبلوا في البطولة، كذلك زوز أهداف أو هدف وحيد في الكأس أمام الأولمبي البيجي، وهذا الهدف الثاني اللي يقبلوا في الموسم هذايا، يعني زوز أهداف. والترجي الرياضي التونسي ضيع عديد الفرص في هذه المباراة، ومستقبل السبيخة يحاول أنه يسجل الأهداف، خاصة أنه عنده ملعبية مسجلة في الأهداف وموجود في الترتيب العام بالنسبة للهدفين. نحكيه على الدين السالمي جارانشا بثلاثة أهداف هذا الموسم، كذلك جوهر القردبو عنده زوز أهداف، اللاعب اللي كان نزل منذ قليل أنور جويني عنده كذلك زوز أهداف، يعني أسامة بن طرشة كذلك عنده زوز أهداف. فريق مستقبل السبيخة يعني يلعب تشكيلته المثالية، والحارس شرف الدين الغضاوي يقوم لباس. بالنسبة لهذا الحارس الثاني إيهاب الكلبوسي، لكن قام لباس حارس مستقبل السبيخة شرف الدين الغضاوي. نفذ الكرة، كرة باش ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، سهلة من الحارس إلى الحارس. بن شريفية عنده الكرة مع خليل شمام، ترجع من معز بن شريفية لخليل شمام. الأسبقية متواصلة، هدف مقابل شيء لصالح الترجي في هذه المباراة. بلال بن ساحة في الشوط الأول، خليل شمام، خليل شمام يلعب مع محمد أمين توغاي في محور دفاع الترجي. توغاي وخليل اليوم قلنا غيابات عديدة، فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، محمد علي اليعقوبي، الياس الشتي. ترجع الكرة خليل شمام باليسار، يحط كرة طويلة في العمق باليد محمد علي بن حمودة. الحكم لم يتفطن في بدء الأمر، ثم صفر مخالفة بشيء من التأخير لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخة. هذا حمد الهوني، حمد الهوني باش ياخذ مكانه، إعادة بالعرض البطيء. شكرا لكل زملائنا اللي أملوا في هذا النقل المباشر، المخرج سمير المحفوظي، كل الإعادات تتابعوا فيها، كل اللقطات اللي ربما تبقى محل شك أو تردد. هذا بلال بساحة أمامكم صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، يخرج ويخلي مكانه لحمد الهوني. نفس جديد للخط الأمامي للترجي بدخول الهوني، أكيد صاحب المراوغات والفنيات العالية حمد الهوني. ترجع الكرة لأبناء السبيخة على اليسار، دفاع الترجي، ثم تضرب الكرة في محمد أمين بن حميدة وتخرج تمس للمستقبل الرياضي بالسبيخة في مناطق الترجي. هذا بلال بن ساحة اللي خرج وخذا مكانه حمد الهوني، تتلعب بالتماس، تتواصل العملية. ومرة أخرى الكرة لأبناء السبيخة، تماس من نفس المكان تقريبا، بالفعل من نفس المكان يخرج التماس الثاني،
يتنفذ كرة طويلة في مناطق الترجي. الترجي لم يطمئن إلى حد الآن على نتيجة المباراة، هدف مقابل شيء. مستقبل السبيخة قادر على المباغتة، والترجي يبحث على هدف ثاني للإطمئنان على نتيجة المباراة، الإطمئنان على الأقل على الأسبقية. بالفعل الترجي ضيع عديد الفرص أمام المستقبل الرياضي بالسبيخة، قد يندم عليها فريق الترجي، لكن بدخول الهوني الترجي ممكن باش يعطي روح أخرى للهجوم، ومعين الشعباني يضع حد لضياع الفرص اللي كانت جات لفريق الترجي الرياضي التونسي بدخول الهوني. ترجع الكرة أو ترمي التماس علي حمامة في تنفيذ الكرة ظهير الأيسر لمستقبل السبيخة. علي حمامة ينفذ الكرة في اتجاه جور القردب، ولكن موجود الدفاع الترجي مرة أخرى. شوف ملعبية الترجي الكل تقريبا في مناطق مستقبل السبيخة باش ما يخليوش فريق مستقبل السبيخة يعني يخرج بالكرة سليمة، وهذه كرة لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة ترجع منها لفريق الترجي الرياضي التونسي. لحد الآن الترجي مسيطر على ردهات هذه المباراة منذ انطلاقتها، والكرة في اتجاه الدربيلي موجود مرة أخرى. الدفاع مرة ثانية، دفاع الترجي يدخل عن توغا عن طريق دوغاي، مرة ثالثة ترجع الجور القردبو، وفي الأخير تخرج الكرة أو ترمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة. ودخول اللاعب عياض حمودة. حمودة عياض حمودة، هو يصر على كلمة حمودة. حمود عياض حمود على فكرة اللاعب هذايا هداف مع فريق مستقبل السبيخة، ومسجل كان زوز أهداف. الكل توا يلعب خالد الجيزاني، الكل في الكل باش يحاول أنه يرجع في هذه المباراة. يلعب الكل في الكل كما قلت غسان، خالد الجيزاني للعودة في المباراة. الفارق هدف وحيد للترجي إلى حد الآن بإمضاء بلال بن ساحة اللي خذا مكانه منذ قليل حمدو الهوني، بينما مازال طه ياسين الخنيسي على بنك احتياط الترجي مع اللاعبين الاحتياطيين الاخرين كما شمس الدين ذوادي، محمد امين المسكيني، وماهر بصغير، وايهاب المباركي. اذا قلنا مازال مهاجم على بنك احتياط الترجي. الكوره مخالفه 26 دقيقه لعب الى حد الان في هذا الشوط الثاني من المباراه، لقاء الدور السادس عشر لكاس الحبيب بورقيبه، لقاء متاخر بين الترجي ومضيفه المستقبل الرياضي بسبيخه. الاسبقيه للترجي، تتنفذ المخالفه خطيره في القائم الثاني، فرصه هدف التعادل. الحكم يقول لا، الحكم فما اشاره من مساعده يقول لا، يلغى هدف ابيض، هدف ابيض للمستقبل الرياضي بالسبيخه. هاكم شفتوا الحكم المساعد الثاني وسيم عمارة، أو الحكم المساعد الأول محمد بكير هو اللي رفع الراية. هو أمامنا محمد بكير الحكم المساعد الأول، هو اللي رفع الراية والحكم ألغى الهدف. الحكم مجدي بالحاج عليه. هاي الإعادة، شوفوا الإعادة، تتوزع الكرة في القائم الثاني، يتسجل هدف في القائم الثاني. جوهر القردب ويبدو صاحب الهدف هيكون في القائم الثاني. فمرايا من محمد بكير أشار إلى التسلل ضد المستقبل الرياضي بالسبيخة. الحكم مجدي بالحاج علي ألغى الهدف بسبب التسلل. وطبعا محمد بكير المساعد الأول كان الأقرب للعملية ورفع الراية وأشار على حكم المباراة بوجود تسلل ولا إنذار. يرفع من الحكم مجدي بالحاج علي في وجه عياض حمودة اللي أخذ مكانه منذ قليل. إنذار من الحكم مجدي بالحاج علي وهدف أبيض لوجود تسلل ضد أبناء السبيخة. على كل هدف أبيض يسجله المستقبل الرياضي بالسبيخة، كما قلنا فريق المستقبل إلى حد الآن يعني بدأ يضغط في الهجوم ويلعب الكل في الكل المدرب خالد الجيزاني. كرة ترجع للمستقبل، بدأ يقدم المستقبل الرياضي بالسبيخة، ممكن كرة ترجع لفريق المستقبل. الكرة للاعب اسكندر البريني، كرة للترجي الرياضي التونسي. حمد الهوني تخرج الكرة وترمي التماس للمستقبل الرياضي بالسبيخة.
مستقبل السبيخه بدا يتقدم على مستوى الهجوم ويحاول انه يغالط دفاع الترجي. غسان سمعني انا منذ قليل حكيت على الغيابات، ما حكيتش على المباراه هذه بالذات، غابوا على اللقاء هذا. حكيت على محمد علي اليعقوب، حكيت على الياس الشتي، وبالاضافه الى فوسيني كوليبالي وكومي بوسو، لكن نعرف كلنا انه اللاعبين الاجانب ما يشاركوش في المباريات في الدور هذا بالفعل. لكن حكيت على الغيابات بالجمله في الترجي اللي حاصله في هذه المباراه، اليعقوبي، الياس الشتي، كومي بوسو، وايضا فوسيني كوليبالي، وهو فما ياسين الخليسي قاعد يستعد للانضمام للخط الامامي للترجي. بالفعل الترجي حسب الخطوره، معين الشعباني حسب الخطوره بالنسبه لهجوم مستقبل السبيخه، يحاول انه هجوم الترجي يسجل هدف اخر تقريبا للاطمئنان على هذه المباراه والترشح للدور الثمن النهائي ومواجهه مستقبل السبيخه. قبل هذا التغيير، محمد علي بن حموده باش يخرج ويخلي مكانه لطه ياسين الخنيسي. وهي محاوله، هاي ملاحظه رشيقه من زميلي انيس المجري، ربما غفلت عليها، وهذه هو المعذره على هذا، انه فريق من الرابطه الاولى لما واجه فريق من رابطه اخرى يعني لا يسمح له باشراك اللاعبين الاجانب. شكرا لك انيس مره اخرى، ونوجه له تحيه زميلنا انيس المجري. على كل كره باش ترجع او ترمي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي عاد نشوف يعني فريق مستقبل السبيخه، كل ما يتقدم الوقت كل ما الفريق يصعد ويزيد ياخذ ثقه في روحه ويحاول انه يهدد يعني مرمى معز بن شريفيه ومرمى الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا الصوره ما عندناش بالنسبه لهدف هذاك، علاش ما نجموش نحكموا على كره الهدف اللي كان سجله فريق مستقبل السبيخه. ترجع الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي لان الحكم مجدي بالحاج علي. بالضبط لهنا هاي الصورة أمامكم، يطلب من بنك الاحتياط، يطلب من بنك الاحتياط مجدي بالحاج علي أو يحكي مع المدرب خالد الجيزاني. هذه غسيل أمور تنظيمية، لابد أن الكل الحكم يحافظ، الحكم يحافظ على الهدوء على حافة الميدان. طبعا أمور تنظيمية، لابد أن الحكم يعني يتصرف، وفما المساعد الاول محمد بكير ربما يلقى بعض المضايقات من طرف البعض من الجماهير، وذاك علاش دخل الحكم الرئيسي للقاء، وكذلك من بعض المسؤولين، لانه معروفه كون خالد الجيزاني يبقى هو يعني على مستوى التري نتاع الخاص بالمدربين، من غير ما يسعد المدرب المساعد، من غير ما يسعدوا المسؤولين اللي نوعا ما محمد بكير يلقى قلق على مستوى الخط العرضي للملعب البلدي بسبيخه. اذا ننتظر واياكم العوده، الى حد الان هدف مقابل صفر بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. الترجي اكيد بعد خيبه الشامبيونز ليغ الافريقي الترجي يعود باي وجه، وعاد الى حد الان شفنا الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب وراكز ملاعبيته على مستوى المباراه هذه. كان الترجي في المزمع انه يلعب مباراه السوبر التونسي لكن تم تاجيلها الوقت اللاحق، نعرفوا الناس الكل علاش. على كل ان شاء الله تتواصل البطولة التونسية وكأس تونس في مواعيدهم، وان شاء الله الكرة التونسية كذلك. شكيب عندنا انتخابات نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، والسيد وديع الجاري باش يكون حاضر في الأربعاء الرياضي اليوم وضيف كمرشح لانتخابات الجامعة التونسية. على كل كرة ترجع لخليل شمام، خليل شمام يلعب الكرة في اتجاه طيب المزيان لكن موجود الدفاع مره اولى مره ثانيه، الكره ما زالت لفريق الترجي الرياضي التونسي. الحكم مجدي بالحاج علي يقول العب، ما فما ولا شيء، كره يرجع الهجوم المعاكس لفريق مستقبل السبيخه، جور القردبو لكن موجود الدفاع، يتدخل محمد علي برمضان ويخرج الكره وترمي التماس. رمي التماس لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخه، تتلفظ الكره، محاوله الخروج بسرعه بالكره. نذكر بأسبقية الترجي، هدف مقابل شيء بإمضاء بلال بن ساحة في النصف الأول من المباراة. تتواصل العملية لأبناء سبيغة، كورة في العمق لكن مباشرة للحارس معز بن شريفية. معز بن شريفية ياخذ الكورة
طبعا التلفزة التونسية مصلحة الرياضة تواكب العديد من لقاءات مسابقة كأس الحبيب بورقيبة في كرة القدم اليوم بالتوازي مع هذا اللقاء، لقاء النادي القربي وأيضا النجم الرياضي الساحلي. كل هذه اللقاءات تتابع من التلفزة التونسية. تابع هذا الهجوم لصالح الترجي، خطيرة الكرة، خطيرة، وهدف ثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي بإمضاء طه ياسين الخنيسي. ياسين الخنيسي يضيف الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت 76 دقيقة أو 79 دقيقة لعب، 79 دقيقة لعب، الهدف الثاني. أو شاهدوا الإعادة بإمضاء طه ياسين الخنيسي ومن زاوية أخرى، من زوج زوايا إعادة لهدف الترجي بسهولة كبيرة. ياسين الخنيسي باليسار أسكن الكرة في شباك شرف الدين الغذاوي، 2-0 لصالح الترجي. 77 دقيقة لعب إلى حد الآن، يعني 13 دقيقة ما زالت توصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء، لقاء الدور 16 لكأس الحبيب بورقيبة في كرة القدم، لقاء متأخر. الترجي مبدئيا يسير نحو الدور القادم، يسير نحو النزول ضيف على فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في الدور القادم. إذا الترجي وظيفة الثانية عن طريق طه ياسين الخنيسي. قلت التغييرات نتاع الترجي باش ترجع الروح في هجوم الترجي الرياضي التونسي، سجل من خلاله طه ياسين الخنيسي هدف ثاني. وخلينا نقولوا في 10 دقائق أخيرة لنهاية الوقت الأصلي من زمن هذه المباراة، الترجي الرياضي التونسي يضيف الثاني وتقريبا باش يحاول أنه يجري المباراة. طه ياسين الخنيسي وضع حد لضياع الفرص اللي بالجملة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن مزيان يلعب الكرة لكن موجود دفاع مستقبل السبيخة، والحكم يقول الحكم شنو يقول، أو ترمي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا فريق الترجي بالحد الأدنى المطلوب 2-0، هدف أول وهدف أول في الشوط الأول، وهدف عن طريق بن ساحة، والهدف الثاني جاء عن طريق طه ياسين الخنيسي في دقيقة 79. إذن 10 دقائق الأخيرة لنهاية الوقت الأصلي من زمن هذه المباراة، وإلى حد الآن الترجي متقدم 2-0. فريق مستقبل السبيخة إلى حد الآن كرة هذه للفريق الترجي الرياضي التونسي، والمخالفة أوف سايد، يقول الحكم المساعد الثاني يرفع الراية الرامي المهدوي. أمامكم بطبيعة رفع الراية على هجوم الترجي، اللاعب ملقى على أرضية الميدان، لاعب المستقبل الرياضي بالسبيخة على ما أظن اسكندر البريني هو اللي ملقى على أرضية الميدان. كما قلنا معين الشعباني شاف أنه الخط الهجومي ضيع عديد الفرص، حاول أنه يغير في الخط الهجومي وهذا ما حصل، سجل الهدف الثاني. وتقريبا الترجي إلى حد الآن على مستوى مقابلة كاملة قدم مستوى يعني المطلوب والحد الأدنى المطلوب إلى حد الآن، ومترشح للدور 16، خاصة أنه نشوفه مستقبل السبيخة مازال ما يخمم أنه مازال ما يلعبش القدام. شفنا صحيح عمل زوز فرص، 3 فرص ماكسيموم بالنسبة لمستقبل السبيخة على كرة ثابتة، لكن إلى حد الآن فريق الترجي على مستوى إلى حدود الدقيقة 82 يعني مسيطر على مجريات المباراة. بالفعل الترجي مسيطر إلى حد الآن على مجريات هذا اللقاء. ترجع الكرة مباشرة للحارس معز بن شريفية، معز بن شريفية أمامكم حارس مرمى الترجي يلعب، يرجع الكرة بيدو السامح الدربالي الظهير الأيمن العائد لتشكيلة الترجي في وسط الميدان. حمد الهولي ملغوة أولى وثانية، مراقب المساعد الحكم الثاني، المساعد الثاني وسيم عمارة يرفع الراية يقول أن الكرة تجاوزت الخط التماس، تماس يعود لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخة، يتنفذ التماس، تتواصل العملية، لا تقطع الكرة من محمد أمين توقاي. طه ياسين الخنيسي ماخذهاش من جديد لصالح الترجي في مناطق السبيخة. حمد الهوني، حمد الهوني والتغطية، التغطية على الكرة كانت من علي حمامة، والتماس، تماس لصالح الترجي. حمد الهولي
باش يخلي الكره اكيد لسامح الدرمالي. بالفعل الظهير الايمن سامح الدرمالي هو اللي شغل تنفيذ التماس، يلعب الكره مع حمد الهوني، رجعت من جديد لسامح الدرمالي. حمد الهوني يعمل تغطيه على الكره لكن تقطع ورايا مره اخرى من الحكم المساعد الثاني وسيم عماره، هذه المره لوجود مخالفه ضد الترجي لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخه. ننتظر تنفيذ المخالفة لأبناء المدرب خالد الجيزاني. تتلفت ترجع من سامح الدرمالي، فما عبد الرؤوف بن غيث، محمد أمين بن حميدة، عبد الرحمن مزيان. تتواصل العملية لصالح الترجي، مراوغة أولى وثانية، حط كول على ساقه اليمين يحذر في مناطق السبيخة حمد الهوني. حمد الهوني لكن كورته مقطوعة ورجعت لأبناء السبيخة مرة أخرى في وسط الميدان بعد صعود محمد امين توغاي، رجعت من جديد لابناء معين الشعباني. من المسراتي مباشره للحارس معز بن شريفيه. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، كما قلنا فريق مستقبل السبيخة، ونحن نلعب في الدقائق الاخيره لنهايه هذه المباراه. ما فهمش علاش باش يحجم فريق مستقبل السبيخة في زورة ما انه ينهزم، ولو انه في الكرة ما تعرفش شنو يصير في دقيقة ولا دقيقتين، لكن فريق مستقبل السبيخة ممكن نداء للجماهير وكذلك يعني المسؤولين اللي موجود في هذه المدينة، لما لا انه يحاولوا يدعموا الفريق، فريق لانه ناقص تدعيم، فريق برشا مشاكل مادية. شكيب عمل يعني الى حد الان بيرفورمانس كبيره برشا على مستوى البطوله الرابطه الثانيه، واجه عديد الفرق، خليني نقول لك موجود في مجموعه اولى واسامي يعني معروفه بتاريخها في كره القدم التونسيه. تحكي على سكاك الحديد الصفاقسي، تحكي على الاولمبي البيجي، تحكي على الاولمبيك سيدي بوزيد، يعني وفريق في اول موسم تلقاه موجود في المركز التاسع عنده 19 نقطه، والمركز الأول كان الأولمبي البيجي اللي هو عنده حاليا 32 نقطة 31 نقطة. ترجع كرة لفريق مستقبل السبيخة، الحكم يقول مخالفة لدفاع الترجي الرياضي التونسي، يتحصل عليها اللاعب الجزائري محمد أمين توغاي، لاعب جاء من نصر حسين داي، دعم فريق الترجي الرياضي التونسي، ملاعبي يتنبؤوا له الناس الكل باش يكون صخره الدفاع للمنتخب الجزائري، اليوم يعزز صفوف الترجي وموجود لاول مره كاساسي في مباراه الترجي الرياضي التونسي على مستوى الاكابر. مكسب للمنتخب الجزائري هذا اللاعب الشاب وللترجي بطبيعه الحال. دقيقتين على نهايه الوقت الاصلي للمباراه، فما تغيير من جانب المستقبل الرياضي بالسبيخه، رامي الهويملي يدخل الان ويعوض ياخذ مكان علاء الدين السالمي. هذا تغيير قادم من المدرب خالد الجيزاني. قلنا دقيقتين على نهايه الوقت الاصلي المباراه دون اعتبار الوقت بدل الضأ ومجموعات الحكم مجدي بالحاج علي من رابطه صفاقس. كل المعلومات مشكور مدنا به زميلنا عماد الكيلاني. ترجع الكره من جديد لابناء المستقبل الرياضي بالسبيخه، يعكس الهجوم في وسط الميدان، يعمل تغطية على الكرة، تتقص وترجع من جديد لصالح الترجي. سامح الدربالي، الدربالي يرجع بالكرة الحارس مرماه معز بن شريفية. خليل شمام، خليل شمام بحذاه محمد أمين بن حميدة، معوض الياس الشتي في هذه المباراة. الياس المصاب، وإن شاء الله عودة سريعة لتشكيلة الأحمر والأصفر. تخرج الكرة من خليل شمام، عبد الرؤوف بن غيث، حمد الهوني، الهوني شمام، شمام ما يزموش يخجل فريق السبيخة إلى حد الآن من هذه الأسبقية للترجي في مقابل شيء، لأنه قدم مباراة ممتازة بالفعل، صراحة قدم مباراة ممتازة، والكلمة طبعا إلى حد الآن للفريق الأكثر خبرة اللي عرف كيفاش يتعامل مع المباراة. فريق اللي عنده تاريخ كبير وعنده تجربه كبيره في مسابقه الكاس. بطبيعه الحال تخرج الكره التماس باشاره من الحكم المساعد الاول محمد بكير لصالح الترجي. عبد الرؤوف بن غيث فما مخالفه، فما مسك من الخلف على عبد الرؤوف بن غيث. الحكم مجدي بالحاج علي يقول مخالفه لصالح
الترجي. مخالفة للترجي الرياضي التونسي، الترجي سائر نحو ترشح للدور الثمن النهائي ومواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى، فريق كذلك كبير المستقبل الرياضي بالمرسى وعنده تاريخه على مستوى مسابقة الكأس. الترجي الرياضي التونسي باللي باش تحكي عليه في مباراة اليوم ومباريات الترجي الرياضي التونسي، ديما شوية يقعد الترجي الرياضي التونسي من خلال الألقاب القارية وكذلك المحلية، ويطول الحديث على تاريخ الترجي. ترجع الكرة لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة، إلى حد الآن كما قلت شكيب ما نجمش يخجل فريق مستقبل السبيخة من الأداء، وهذه كرة للفادي وزع الكرة لكن تخرج الكرة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة، يحاول انه يرجع في نتيجة في اخر يعني المباراة. ولهنا ثلاثة دقائق يضيفهم الحكم، ثلاثة دقائق لنهاية هذه المباراة، ركنية لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة. ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع، شفنا الحكم الرابع رامي المهدوي يرفع اللوحة، الكرة لأبناء السبيخة في مناطق الترجي بعد هذه الركنية. الأسبقية متواصلة 2-2 لصالح الترجي، هدف أولي بلا مساحة في الشوط الأول من المباراة، وثاني لطه ياسين الخنيسي في الشوط الثاني من هذا اللقاء. الترجي يسير بثبات نحو المباراة القادمة اللي باش ينزل فيها ضيف على المستقبل الرياضي بالمرسى، ويحقق التأهل في هذا الدور المتأخر، الدور 16 لكأس الحبيب بورقيبة. الترجي يسير بثبات دقيقتين أو أقل لنهاية الوقت بدل الضائع، وإعادة بالعرض البطيء للكرة الأخيرة لأبناء السبيخة. تخرج الكرة من شمام عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بن رمضان اليوم دور كبير في قطع الكرة وبناء الهجومات من جانب الترجي، نلقاوه في المعادة وفي المساندة الهجومية. محمد علي بن رمضان ترجع الكرة لصالح الترجي في وسط الميدان، الرؤية تقريبا حجبت غسان عنا هنا على حافة الميدان، تنتبعوا من خلال الشاشة اللي قدامنا، مع أن حتى حل آخر لأنه على حافة الميدان جماهير غفيرة ومسؤولين وفنيين. وترجع الكرة من جديد لأبناء السبيخة، والتدخل والكرة تماس لأبناء السبيخة في هذه الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من هذه المباراة. دقيقة أخيرة لنهاية المباراة والأمور حسمت للترجي الرياضي التونسي 2-0. الترجي يفوز على مستقبل السبيخة، مستقبل السبيخة قدم مباراة تكتيكيا ممتازة من قبل المدرب خالد الجيزاني، لكن حنكت وخبرة الترجي الرياضي التونسي قالت كلمتها في الأخير، والترجي سجل هدف أول وجاته عديد الفرص، وهذه كرة لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة يحاول أنه يسجل هدف تذليل الفارق، والكرة ترجع لعبد الرحمن مزيان لعب الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا الترجي إلى حد الآن ماسك بزمام الأمور، عمل كما حب، جرى المباراة، سجل هدف أول، الشوط الثاني سجل هدف ثاني، والترجي كما قلنا اليوم عدى مباراة تعتبر تكتيكيا ممتازة جدا، يعني خذية مجريات اللعبة. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم مجدي بالحاجة لنهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي التونسي أمام مستقبل السبيخة في مقابل سبرشاكي. مبروك للترجي هذا التأهل، حظ أوفر لفريق المستقبل السبيخة اللي قدم مردود متميز غسان في هذه المباراة وخرج بكل شرف من هذا الدور. وأمر مباشرة مع زميلي العزيز أمير الزيتوني لاستجواب مع مجدي.